الرحمن من الحي الأول حمدانية جهة مشهر يستوبة بحدود 6:30 كنا مشتغل سوا وخلصنا شغل نحن مصروفين طلعني مرات الشغل نزلت أول وظيفة وتصوب عندي الصانع في إجره وكتفه ورجع ضربوا قذيفة تانية كمان لبعد شوي بعشر طار في مدة احترقت ورجع ضربوا قذيفة تالتة طبعا صار في إصابات وفي جرحى وكذا وكانوا في عالم قاعدين في الشوارع صار في جرحى كتير وسمعنا إن في الحي التاني نزل قذيفة رطيف عبيد في الطابق التاني لقينا كل رطيف استشهدت نعم هذه كلها استشهدت.